سيد احمد يونس محمود سيكون حاضر مع الفريق وداعم للاعبين في هذه المباراة؟ يعني ما عندنا غير ابو ذنون يوقف ينطي حافز قفه تعرف. طبعا الكابتن عدنان درجال متواجد بقوه ودائم الحضور مع المنتخب الوطني، والكابتن يونس محمود رئيس الوفد العراقي متواجد الان في الفندق ويتواجد بكل تاكيد لدعم المنتخب الوطني. يعني يونس محمود بطل اسيا، يونس محمود هداف على مستوى عالي جدا، لا كابتن منتخب الوطني لسنوات طوال، اكثر لاعب يمكن لعب مباريات دوليه رسميه مع المنتخب الوطني ويعتبر عميد اللاعبين بالنسبه لحوض عدد المباريات الرسميه والوديه الرسميه. نعم. وبالتالي اليوم احنا نتحدث عن يعني اسطوره من اساطير كره القدم العراقيه. نعم. وتواجده بكل تاكيد راح ياتي. نعم. بالايجاب للاعبينا، ويكون هو احنا دائما نكون قريبين ان شاء الله ونحفزهم لتقديم الافضل دائما.